وبتشرين خط ساحة الشهداء عين النعجة بدأت تظهر معالم شبكة مترو أنفاق العاصمة أكثر فأكثر ليسلط الضوء على هذا المشروع الذي خطط له في وقت الرئيس الراحل هواري بومدين وتم إنجازه في زمن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. نتابع في تقرير عبد المرحب. تدشين خط المترو الرابط بين ساحة الشهداء وعين النعجة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم يعود بنا للحديث عن تاريخ مشروع مترو الجزائر الذي يعود إلى سنة 1970 في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، بينما كانت بداية الأشغال في سنة 1980 لتتوقف بسبب الضيق المالي للبلاد الذي استمر حتى في سنوات التسعينيات ليبقى مشروع المترو مجمداً. سنة 2003 رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يقرر استئناف الأشغال على مشروع المترو ليدخل حيز الخدمة العمومية في الفاتح نوفمبر 2011 ليتحول حلم المترو في الجزائر العاصمة إلى حقيقة عبر خط حي البدر تافورة الذي يمتد على 9.5 كيلومتر وعشر محطات الذي عرف فيما بعد تمديدين أولهما من حي البدر نحو الحراش بأربعة كيلومتر وأربع محطات جديدة افتتح لخدمة تجارية في الرابع جويلية 2015. أما الثاني فكان بخط جديد يربط ساحة الشهداء بعين النعجة أشرف على تدشينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 9 أفريل 2018. أكثر من هذا الخط الجديد ساحة شهداء عين النعجة تجاوز كونه وسيلة للنقل الحضري فقد عثر خلال أشغال إنجازه على مستوى ساحة الشهداء على كنز تاريخي يختزل حضارات مرت على الجزائر ليصبح متحفا مفتوحا يروي قصصا عمرها 2000 سنة. هذه المعطيات تجعل من مترو الجزائر في المرتبة الأولى مغاربياً والثانية إفريقياً بعد مترو العاصمة المصرية والذي يتنقل من خلاله أكثر من 20 مليون مسافراً سنوياً.